خوتي المغاربة، السلام عليكم. معكم حميد قادي، يعني من بروكسل، صحفي فاعل جمعوي، إنسان كيواكب القضايا ديال الجالية هنا في بلجيكا وفي أوروبا وفي المغرب. الموضوع اليوم يعني اللي غادي نناقشوه واللي كيضر الجالية بواحد يعني واحد ضرر كبير، هو الموضوع ديال العقار. الموضوع ديال العقار يعني اغلبيه المشاكل هنا الجاليه، المشكل يعني نقدروا نقولوا رقم واحد اللي كتعاني منه الجاليه هنا هو العقار، والمشاكل اللي كيعانيوا منها يعني من بعد الناس اللي يعني كتشري عقار ارض بارتومون فيلا في المغرب يعني، والمستثمرين. هذا المشكل هذا اللي مازال الجاليه كتعاني منه، وحنا هنا كنواكبوا يعني كل نهار كيجيونا ثلاثه اربعه الناس كيعانيوا من العقار ومن القضاء، كيعانيوا بزاف من يعني الادارات المغربيه، كيعانيوا من الضريبه، من المحافظه، من القضاة، من المحامين، من الموثقين. يعني مازال حنا ما وصلناش واحد الدرجه باش نديماريو التنميه اللي كنقولوا عليها واللي باغينها في بلادنا. ما يمكنش نزيدوا بلادنا لقدام وتنمى بلادنا ونجيبوا مستثمرين يعني مغاربه، نبداو بمغاربه ومن بعد ما ياخذش حقه في المغرب ولا تمشي للارض ديالو ولا يمشي للمشروع ديالو. هادشي يعني ما خصناش يطول وما خصوش يكون. لهذا يعني اليوم جينا نهضروا على هذه القضيه ديال العقار والعداله. ما نقولوش انه العداله ما كايناش في المغرب، ولكن كاينه بواحد النسبه اللي هي ضعيفه، اللي ما كتعطيش لاي واحد في المغاربه ولا في الجاليه كتعطيه حقه، ما كتعطيش لاي واحد النصيب ديالو، ما كتفرش ليه كما نقولوا بالدارجه ديالنا المغربيه، ما كتفرش ليه الارضيه باش يستثمر او لا باش يشري. وحنا يعني كنواكبوا القضايا وكنخافوا على ولادنا. حنا نقدروا ناكلوا العصا ونصبروا، نصبروا على المغرب ونصبروا على ناكلوا العصا، ولكن ولادنا ومن هنا لقدام يعني ولادنا ولاو كيكرهوا، نقدروا نقولوا الاغلبيه كيكره المغرب، كيكره بلادنا. ملي كيسمع بهاد المشاكل، ملي كيسمع ما كيقدرش، اولا كاينين جاليه هنا كيمشي مع مو ولا مع با وكيحبسوها في المطار، كيقول غادي جاغو شيخشي ما عارفاش، يعني مشاكل كثيره وكثيره 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 بزاف. من هنا يعني الاغلبيه حنا ما كرهناش كجاليه مغربيه باسم واحد النسبه يعني هنا في بلجيكا، وكاعلامي ما كرهناش انه تكون لجان تواكب القضايا ديال الجاليه، كما كاينين قنصليات بارتو يكونوا واخا غابيرو وتكون لجان يطريطيو هاد الضاصه ديال هاد الناس هادو، واللي عنده حقه يعطيه ليه واللي ما عندوش حقه ما ياخذوش. يعني ما نقولوش انه كاع الملفات راه يعني مظلومين، ولكن الاغلبيه ديال الملفات كيكونوا مظلومين وتشكل لجان. وما كرهناش انه يكونوا لقاءات عوض كيديروا لنا دوك السهاري، كيجيبوا جوج شيخات. ما الجاليه ما محتاجاش جوج شيخات وطريجه وطراوله وهذا، الجاليه محتاجه اللي يفك لهم المشاكل. حنا بينا التنميه وبينا بلادنا تزيد لقدام. وعلاش هاد يعني ملي كنقولوا القضايا ولا العدل، علاش وزير العدل ما يصيفط لجنة ولا يجي هو شخصيا ويجي ويواكب ويسمع الناس، يسمع الجاليه ويسمع شنو المشاكل ديالهم ويلقى حلول؟ ورا وزير العدل اللي خصو يلقى حلول، وما نبقاوش ديما اي مشكل حنا نقولوا سيدنا راه عيا وخصنا نفكوا مشاكلنا حنا نفكوهم، حيت سيدنا عيا وعنده مسائل اخرى كبيره وكبيره بزاف. ما خصناش اي مشكل نقولوا راه سيدنا خصو يدخل، راه مالكنا خصو يدخل، الجاليه خصنا نفكوا مشاكل. لاش هذوك المؤسسات اللي في المغرب، مؤسسات سبعه المؤسسات اللي كتمثل الجاليه فين هما؟ ما كاينينش، ما كنشوفوهمش. يعني الا تشوفهم غتشوفهم جاب لك مسرحيه ولا جاب لك مغني ولا جاب لك شيخه. كما قلت من قبل حنا المغاربه ما باغينش شيخات، ما باغينش مغنيين، راه كلشي عايش في اوروبا وفي الميريكان وكندا وكيحضر لي كونسير لي لا يعني في واحد المستوى كبير، هادو ما باغينهمش. بين الناس ديال الجاليه وزاره الجاليه يجيو يتحركوا، راه باقي ناعسين، ويعني نقدروا نقول انا ناعسين وباقي كيشخروا مازال ما فاقوش، خصهم يفيقوا ويجيو يواكبوا المشاكل ديال الجاليه ويجيو يفكوا المشاكل، حيت هذا الشيء يعني غادي بواحد الوتيره خطيره جدا. حيت غير هنا انا بحكمي ان فاعل جمعوي وصحفي هنا في بلجيكا، كل نهار كيجيك جوج دوسي ثلاثه ونفس المشكل، النوطير او لا القاضي او لا المحافظه او لا استثمار الدالي شي واحد وعنده نفوذ، يعني هذا الشيء خصو يتحبس. الجاليه علاش هي اللي متضرره؟ حيت الجاليه ما عندهاش الوقت في المغرب، كتشري ملك وكيجي باش يجمع
باش عاود ثاني يكمل هذاك الملك ولا على هذاك الاضر باش يكمل الاستثمار ديالو. فهذيك الوقيته كيجي واحد نصاب، نقدروا نقولوا نصاب، نقدروا نقولوا مافيون، نقدروا نقولوا شفار، كيدير 12 شاد ولا شي مسطره ما عرفت منين جابها، كيدي الارض لهذاك وما كيكونش. والجاليه كتلقاهم انه بعادوا على المغرب، اللي كتلقى انه الجاليه ما قتلاش كي وقت ما كيعرفش القانون المغربي كيداير، كيجي كيقول لك لا 12 شاد داها، ولا كيدور مع نقدروا نقولوا طاي طاي، كيدور مع الناس ديال القضاء، ولا يدور مع شي حاجه في المحافظه ويجيب شي ورقه. هادشي ما خصنوش ما بيناش مازال يكون، يعني الجاليه متضرره حيت الوقت اللي كدوز كدوزو بزاف هنا، يعني كدوز الوقت باش تجمع الفلوس، ولكن ما يمكنش تجمع يعني الفلوس باش تديهم المغرب في سيمانه ولا 15 يوم يكرموه. الجاليه ما خصهاش هذا، بالعكس الجاليه خصها واحد الاحترام والتقدير، حيت كيمشيو الجاليه الاغلبيه كيفيق 5 الصباح، الاغلبيه ديالها كيستثمر، الاغلبيه كيدير مجهودات باش يدير في بلاده ويجي واحد الشفار يكرمو. هذا الشيء يعني ما خصناش نسكتوا عليه. من هنا كنطالبوا بالجهات المعنيه، الوزارات اللي معنيه، باش دير لنا لجان ولا تصيفط عوض ما دير لنا سهره، دير لنا لقاءات وتلاقى مع هاد الجاليه هادو وتشوف الدواسه ديالهم وتواكبهم. حيت الا حيدنا هاد المشكل ديال العقار وديال القضاء وديال العدل، الا استطعنا اننا راه هو مشكل كبير راه ما غاديش نقدروا نعالجوه في سيمانه ولا جوج، الا استطعنا اننا نعالجوه تما غتبدا التنميه ديال بلادنا ونزيدوا بلادنا لقدام. وكما كنقولوا حنا ديما الشعار ديالنا الله الوطن الملك، والسلام عليكم.